انتوا على كده بقى راح عليكم حجز الاوتيل. مشكلة مش في حجز الاوتيل بس، مشكلة في الشغل. انا ما اقدرش اتاخر اكتر من كده على المصنع. طب ما تسافروا دلوقتي، احجزوا في اوتيل تاني. انا عن نفسي مستعد اطلع المطار زي ما انا كده دلوقتي. ايه رايك يا دالي؟ الحقوا شويه من شهر العسل. ماشي يا ماما، هبقى اشوف. هو مالكو؟ وفي حاجه حصلت؟ مفيش يا ماما. مفيش يا ماما بالظبط، هي دي بقى المشكله، ان مفيش اي حاجه حصلت. قصدك ايه؟ هو مش الممهات عادة بيجوا للبنات في الصباحية ويسألوهم ايه الأخبار وعاملة ايه يا حبيبتي وطمنيني، ولا ده مش موجود عندكم في العيلة؟ ايه اللي أنت بتقوله ده؟ هو في ايه؟ ايه؟ هو في حد غريب قاعد؟ دي مامتك. أيوة بس أصل داليا ما بتحبش حد يتدخل في خصوصياتها. مش مسألة خصوصيات يا ماما، دي مسألة ذوق. ايه اللي ينفع نقوله؟ ايه اللي ما ينفعش نقوله؟ حاضر حاضر يا دكتورة، زي ما سعادتك شايفة كده. من يوم ما دخلت البيت ده أي كلمة بقولها بتعمل لي عليها مشكلة. أي ست بتتجوز في أول الجواز بتبقى غريبة عن البيت وبتتصرف كده، وأنت عارف الظروف اللي مرت بيها دالي. ماشي استحمل. يا سامي، في حاجة مهمة حصلت ولازم تعرفها. خير؟ الواد ده اسمه ماجد محسن. اليوم اللي دخلت فيه الدكتورة داليا الاسم في قضية المخدرات، راح عمل محضر في اسم الشرطة انه موبايله اتسرق منه. طب وبعدين؟ اليوم ده هو نفس اليوم اللي اترمى فيه للدكتورة داليا الموبايل، وكلمها واحد عشان يهربها من الاسم، الراجل اللي كان بيهددها على طول. ممكن يكون صدفة، مش لازم يكون تليفونه اللي اتسرق، يكون هو نفسه اللي اتبعت لداليا. ما هو مش هو. الله، انت عايز ايه يا سامي؟ انا مش فارق لك. انت لو صبرت عليا شوية. انت اتكلم يا اخي. اسمع مني المعلومة اللي هتخليك تربط كل حاجة في دماغك. الواد ده شغال فرد امن في مصنع عماد بيه. شفت بقى انها مش صدفة. يا ابني ما هو انت لازم تسمع كلامي. اللي ما بيسمعش كلامي هيتسوح. يا حبيبي انا قلبي عليك. اسمع انت بس كلامي وهي هتقضى. قشطه؟ ماشي يلا سلام. ايه ده؟ تركب ولا تشعب؟ نعم. ايه؟ مش محتاج توصيله؟ ايه ده؟ رحيم السيوفي؟ الله، وانت تعرفني؟ ده انا بحبك جدا. ده انت مكسر الدنيا. انا فانز ليك على فكره، انت ومو صلاح. ده انت طلعت حكايه باين عليك. اركب اركب. فين؟ هنا اهو. اه دي عربيتك؟ اه ما شاء الله. حلوه؟ حلوه قوي. طب اركب. اركب. مركبش ليه؟ ده انا بحبك جدا. ايه ده يا عظمته ده؟ هو ده الخطف؟ طب المطوه دي جبتها ليه طيب؟ كنت كلمته في التليفون. انسى يا عظمته. عماد هو اللي بعتك بالموبايل لداليا في الاسم؟ احبك جدا على فكره. وانت كمان تتحب الصراحه. حبيبي. بس عايز اقول لك على معلومه. اعرف ان انا ما دام وصلت لك تبقى قيامتك قامت، فاتكلم احسن لك. طب ما تقوم قيامتي. هو انت متصور ان انا خايف منك؟ ميجو الوحش ما بيخافش، معروفه. ممكن تقول عليا مجنون، أهبل،
ازاي مش خايف من رحيم السيوفي؟ بس انا كده، اصل انا رضعت الخوف ده من صدر امي من زمان، من ايام ما كنت بيبي. فزي ما تقول كده اتعودت عليه، وجدتي نحست وما بقاش يفرق معايا. وبعدين انا هخاف منك ليه؟ هتعمل لي ايه يعني؟ هتضربني؟ اضرب، انا بحب الضرب جدا على فكره، جدا. ده انا امي وانا صغير هانتني ضرب، امال انا وصلت كده ازاي؟ هتعمل لي ايه تاني؟ هتقتلني؟ يا ريت تبقى وفرت عليا تعب سنين جايه. وفرت عليا تعب سنين جايه، ده انا بقول شعر. الله عليك يا ميجو يا مشعره. بس عشان اريحك واثبت لك في نفس الوقت ان انا لا خايف منك ولا خايف من عماد، عماد هو اللي قال لي اعمل كده. وخلاك تعمل ايه تاني؟ وهو عمل كده ليه؟ وخلاك انت تعمل كده ليه؟ انا اعمل كده ليه؟ عشان خاطر الفلوس. كنت عاوز اسلك منه كمباكو كده، ادلع بيهم نفسي واتشبرق بيهم. وبعدين كنت عاوز اسطر اختي في الحلال بدل ما تمشي شمال. ولا طب انت يرضيك؟ انما هو ليه يعمل كده؟ انا ماليش ان انا اساله يا باشا، ماليش. انا بربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. هو يقول لي اعمل وانا انفذ على طول. بقول لك ايه يا ميجو، كلمها في التليفون هددها. ميجو يتكلم في التليفون. اشتري بودره يا ميجو علشان نحطها لها في مكتبها ونلبسها قضيه. ميجو يشتري على طول. اقتل يا ميجو. ميجو يقتل لميا. لا، القتل ماليش فيه، دي صرفة عماد. لكن انت بقى عاوزني اروح اساله واقول له انت ليه بتعمل كده في الست اللي انت حاطط عينك عليها وعاوز تتجوزها؟ ده جنان اصلا، انا مالي بقى يا راجل؟ تسجن واحده وتعيشها في رعب وفي الاخر تقول وانا مالي؟ وايه يعني لما تترعب لها يومين؟ ما هي طول عمرها عايشه في العز، لا عمرها اكلت من الزباله ولا نامت في الطل عريانه في عز البرد. وبعدين اللي زي الدكتوره دي ما بيتحبسوش كتير، بيخرجوا على طول، مش زينا. احنا لما بنتحبس بنلبس. بس مش عشان خارجين، لا، عشان داخلين. حتى انت يا رحيم بيه، حتى انت كمان مش زينا. لو كنت في يوم قرصك الجوع قوي كنت هتبقى على استعداد انك تعمل اي حاجه، اي حاجه عشان تنفخ بطنك والسلام. يمكن تحس بالشبع. يبقى ما تعرفنيش يا ميجو، انا كل اللي انا فيه ده كان سبب قرصة جوع. بس الفرق اللي بيني وبينك ان انا مفيش طوق ملفوف حوالين رقبتي. والنبي ما تحسسنيش انك بتتكلم مع كريم ابن اختك. مفيش مخلوق اتخلق على وجه الارض دي مفيش طوق حوالين رقبته. بس في ناس بتختاره بمزاجها وناس بيتلف لها غصب عنها. كلامك حلو يا ميجو. الله، مش كلامي لازم يبقى حلو؟ بس احنا بقى محتاجين نكمل الكلام ده في حته تانية. يلا يلا نركب العربيه الجميله اللي انت بتحبها. ماشي، يلا. يا دودو، ايه ده، احنا هننام بدري ولا ايه؟ الساعة بقت واحدة. يعني هو بدري جدا على فكرة. ليليا، هو احنا هنفضل كده؟ مش فاهمة قصدك ايه يعني؟ لا انت فاهم. هنفضل كده متجوزين مع وقف التنفيذ؟ ليليا، أنا بحبك، بحبك، وكل أملي من الدنيا إنك تحبيني خمس الحب اللي بحبه لك. أحبك كفاية عليا أوي وكتير كمان. كل اللي عايزه إنه أشوف في عينك لمعة حب، أسمع منك كلمة بحبك. شوف، ممكن
قلبي في الوقت ده محظوظ انا. اي مين؟ رحيم؟ مين اللي معاه؟ لا 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 لا، ما تبلغش البوليس، انا نازل وهتصرف انا. يلا رحيم هنا؟ داليا مهما حصل ما تحركش من مكانك هنا، فاهمة؟ في ايه؟ أنا قلت ما يصحش يجيلك بيتك متأخر كده ويدي فاضية. ايه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد. ماجد محسن. ميجو. اسف. ميجو. أنت بتقول إيه؟ ومين ده؟ أنت مين يا ابني؟ أنا مين إيه يا عماد بيه؟ أنت مش فاكرني ولا إيه؟ أنا ميجو. ده إحنا دافنينه سوا. بص الصراحة أنا لبستك. أنا آسف. الشهادة لله، هو بيحبك قوي. هو في الأول قاعد يلف ويدور ويقول لي شعر، مش كده يا ميجو؟ أيوه. بس في الآخر بقى جه معايا سكة وقال لي على كل حاجة. اتفضلي. عماد في إيه؟ اطلعي فوق يا داليا. إيه؟ هو أنت مش عايز مدام داليا تسمع اللي بيتقال؟ قول لهم يا ميجو على اللي قلتهولي. رحيم، اللي بيني وبينك داليا مالهاش دعوة بيه. مين الراجل ده؟ وعايز إيه؟ ما تتكلم يا ماجد. قول لمدام داليا إيه اللي وداك الاسم في اليوم اللي اتبعت لها فيه الموبايل في الحجز. نسيت أعرفكم ببعض. الأستاذ ماجد محسن. شغال في مصنع الأستاذ عماد. مسجل سرقة بالإكراه وبلطجي. وديلر على قده. ولما سألته أنت اللي قتلت لميا؟ قال لي لا. قال لي إن الأستاذ عماد كان هو اللي ورا قتل لميا. أنا مش فاهمة حاجة. أنت تقصد إن هو اللي داليا؟ أنت لو ما مشيتوش من هنا دلوقتي أنت وهو أنا هقتلكم. عماد أنت اتجننت؟ ليه؟ إيه الجنان في كده؟ مسجون سابق ومسجل خطر بيهجموا عليا في بيتي، ده حتى القانون في صفي. أيوه، بس أنا عايز أفهم. أنت كنت بتعمل إيه في الاسم؟ انت اللي دخلت لي الموبايل؟ يعني عماد هو اللي بعتك؟ ايوه. بقول لكم ايه يا بهوات؟ بقول لكم ايه يا كبارات البلد؟ محدش فيكم يتحرك لحسن والمصحف. اقطع لكم الرقبه البيضه الحلوه دي. انا كل اللي انا عاوزه ان انتوا تخرجوني من مشاكلكم، عشان هي معروفه معروفه قوي. الكبار لما بيضربوا في بعض مفيش غير احنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليله كلها. ايوه، انت كنت بتتصل بيا، انا مستحيل انسى صوتك. ايوه يا دكتوره، انا اللي كنت بتصل باوامر من عماد بيه. مش كده يا عمده بيه؟ ها؟ عمده بيه يقول لي اتكلم، ميجو يتكلم. اشتري بودره، ميجو يشتري. ها؟ من الاخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضيه كلها. يلا بقى. طب اهدى اهدى يا ماجد، اهدى وشوف انت هتأذي مين دلوقتي. عارف يا رحيم بيه، عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا الحق اصرف لي كام الف جنيه اللي انا خدتهم من عماد بيه. بعد كده بقى اعيش اموت مش فارقه معايا، المهم ان انا الحق اتمتع بالفلوس ولازم اخرج من هنا سليم. يا عماد هو اللي حطنا المخدرات. يا داليا مش وقته، انا بحكي لك كل حاجه بعدين. هتقلق المصعد. ماجد افهمني دلوقتي. سبب مشاكلنا انا وانت رحيم، يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا. شوفوا انا وانا بحبه بس ماشي. رحيم يا قلبي.
حاضر. داليا؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ في ايه داليا؟ مالك بس يا حبيبتي؟